أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. كما تعلمون أن بيرل بوزام وحبيبها إيرسين إيرجي يقضون عطلتهم في نيويورك، ويقضون أغلب الوقت مع أفرا سراج أغلو وعائلتها الموجودين هناك. وهذه الفيديوهات الظاهرة أمامكم نشرتها بيرل بوزام في حسابها الرسمي على الإنستغرام منذ قليل، ووضعت لحظات مميزة من عطلتها. وبآخر المنشور نشرت بيرل فيديو لها مع أفرا سراج أغلو وهما يستمتعان بوقتهما ويلعبان مصارعة الأيدي. وكتبت بيرل على البوست: قضيت واحدة من أفضل الأوقات في مانهاتن، والمزيد من الصور قادمة، ورأيت الخنافس المضيئة لأول مرة في حياتي. هذا كل شيء، شكرا للمشاهدة، نلتقي إن شاء الله بفيديو جديد، إلى اللقاء.